أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء من استوديو الأخبار بقناة عدن الفضائية. بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر برقية عزاء ومواساة إلى أحمد بن سالم العقيلي وإخوانه وأولاد صالح بن سالم العقيلي وإلى كافة آل عقيل في استشهاد صالح بن سالم العقيلي الذي وافته المنية وهو يدافع عن أرض الوطن من مشاريع الانقلاب التدميرية. وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وبطولاته التي سطرها مع المقاتلين الأبطال وما تحقق بكتيبة الحزم بقيادة أحمد صالح العقيلي وكل الضباط والجنود المنتسبين إليها في جبهة الساق في بيحان من انتصارات في وجه الميليشيات. أكد مصدر مسؤول في الحكومة على دفع مرتبات موظفي الدولة في القطاع المدني والعسكري في مختلف المحافظات بما فيها المدن التي ما تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بصرف مرتبات الموظفين وبصورة عاجلة. وقال المصدر المسؤول في الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا في الوقت الذي تكرس فيه الحكومة جهودها للبدء بصرف مرتبات موظفي الدولة وبصورة منتظمة، إلا أن الميليشيات الانقلابية تقوم بوضع العراقيل والعقبات أمام مهام الحكومة الرامية إلى إنهاء معاناة الموظفين وصرف مرتباتهم في مختلف المحافظات من خلال رفضها تسليم كشوفات رواتب الموظفين في المؤسسات والجهات الحكومية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي يسيطرون عليها. أخبارنا الميدانية، تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي تقدمها في الساحل الغربي لمحافظة تعز، فيما قامت الفرق الهندسية من نزع حقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية. وذكر مصدر عسكري في قيادة محور تعز أن مواجهات عنيفة شهدتها مديريات المحافظة، وتمكن الجيش من قتل 4 مسلحين من الميليشيات وإصابة 11 آخرين على الأقل خلال المواجهات. وأوضح المصدر أن قواتنا المسلحة ورجال المقاومة يتقدمون بخطى ثابتة نحو ميناء المخا، وقاموا بتحرير عدد من القرى والمناطق في تعز منها قرية الحرثة بمديرية الوازعية وتمشيط محيط منطقة الجديدة غرب تعز. إلى صنعاء، حيث أعلنت مصادر عسكرية في الجيش عن مقتل وأسر عدد من الضباط والجنود في مديرية نهم بمحافظة صنعاء خلال الاشتباكات الدائرة شرق المحافظة، فيما انسحب عدد من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من نهم. وأكدت مصادر في المقاومة أن قوات الجيش واصلت التقدم في جبال يام ووصلت إلى منطقة النشامة المطلة على الحرشفة نهاية منطقة ضبوعة في مديرية نهم بصنعاء، مشيرة إلى مقتل أحد قادة ميليشيات الحوثي وصالح وعدد من أفراده بمنطقة السفينة في ميسرة جبهة نهم. قال قائد اللواء 26 ميكال عميد الركن مفرح بحيبح أن 80% من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية في بيحان بمحافظة الشبوة أصبحت تحت سيطرة الجيش والمقاومة الشعبية. وأكد أن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية فقدت قدرتها على خوض قتال مباشر خارج تحصيناتها الأخيرة التي أغلقتها على قناصيها وأحاطتها بالألغام خلف المنعطف الأخير لسلسلة جبل الساق الاستراتيجي، موضحا أن الجبل المتداخل مع سلسلة جبال البيضاء غربا وحريب مأرب من جهة الشمال أصبحت تحت سيطرة اللواء. خبرنا الأخير، تمكنت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء من تحرير عدد من مواقع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في المحافظة. وقالت مصادر محلية أن مقاومة البيضاء تمكنت من تحرير موقع حيد الملح في مديرية الزاهر بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. وبحسب المصادر فإن قتلى وجرحى من الميليشيات سقطوا جراء تحرير موقع حيد الملح. المصادر أكدت أن مقاومة البيضاء تقدمت باتجاه مواقع أخرى في مديرية الزاهر بعد تحرير موقع حيد الملح. نهاية الموجز، إلى اللقاء.